بنتي أنا بروحي، أنا ربيتها وتعبت عليها وبزوجها على ذوقي. شنو على ذوقك؟ شو هالحكي؟ شو هالخرابيط اللي انت قاعد تقولينه؟ نفنوفه هو عشان تلبسينها اياه وتشيرين لها على ذوقك؟ هذا زواج المفروض هي تختار على ذوقها، هي اللي بتتزوج، هي اللي بتعيش، مو انتي. ما راح ازوج بنتي حق ريال اكبر منك. استغفر الله العظيم. يا جماعه الخير اذكروا والله، خلونا متجمعين على خير، وهذه فرصه للصلح. صلح؟ طيب هذا ايش قاعد يقول؟ هي بيزوج بنته حق ريال اكبر منه وانتي يا شهدو ها طابخه الطبخه مع ابوك وبتخليني انا قدام الامر الواقع؟ لا تنخشين، طالعيني. انتي عبالك ابوك يا مدمغه يهمه مصلحتك؟ لا.